السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعين قناة صلاح أبو حسين الزراعي. النهاردة هنعمل معاكم فيديو ومبيد سحري لذبابة الفاكهة في التفاح، لأن مفيش مبيد مخصص لذبابة التفاح، هي اسمها ذبابة الفاكهة. زي ما حضراتكم شايفين كده، ذبابة الفاكهة ضربة ثمار التفاح ماشي، وبتعمل معايا النتيجة اللي انتوا شايفينها دي كده اهو. دي كده ذبابة الفاكهة. احنا زي ما انتم شايفين هنعمل معاكم المبيد السحري اللي هيقضي بردك على حشرة الكربة لابس في المانجا، اللي هي بتعمل مادة صمغية في عن الثمرة. يعني دي حشرة الكربة لابس، دي حشرة بتقضي على ثمار المانجا. زي ما انتم شايفين كده، في فرق بين التساقط بالاصفرار لان عقد بدون جنين، وفي فرق بين تساقط حشري. دي كده تساقط حشري، طول ما لقيت ماده صمغيه على عنق الثمره كده اهو، يبقى دي اصابه حشريه. دلوقتي احنا هنحط 10 سم من المبيد دوت على 20 لتر ميه، وهنعمل بيها عمليه رش للتفاح والمانجا والليمون. يعني المبيد الحشري دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي مهم جدا للاشجار. احنا خلاص ما عادش في تزهير في شجر المانجا ولا شجر التفاح ماشي، عامه في جميع الاشجار ما عادش في تزهير، فهنبدا نرش بالمبيد الحشري. يلا نشوف احنا هنعمل. اول حاجه هنحضر الرشاشه، لو حضرتك ما عندكش مطور ولا عندك شجره واحده ماشي وعاوز ترشها، هتجيب الرشاشه دي 20 لتر. حلو الكلام، هنبدا نعمل بها المبيد. طيب انت ما عندكش رشاشه وعندك شجره في البيت ومحتار جدا ومش عارف تعمل ايه، هتجيب البخاخه زي دي كده اهو، البخاخه دي، وفي ازازه ميه تحط فيها لتر ميه ماشي، وتحط نص سنتي من المبيد دوت، نص سنتي على البخاخه. طيب احنا هنحط هنا 10 سنتي على 20 لتر. حضرتك بقى عاوز تعمل بالسرنجه ماشي، عاوز تعمل، وكل ما تكتر سنه من المبيد يكون احسن. احنا عامة ما بنحطش بالسرنجة في الارض، احنا معانا معيار بنعير بيه، بس عشان امام حضراتكم كده احنا ايه بنوضح، علشان لو انت في المنزل ولا حاجة مش عارف تعمل ازاي، يبقى معاك السرنجة والسرنجة مترقمة ماشي. دي السرنجة الصغيرة دي فيها 4 سنتي ماشي، فاحنا حطينا هنا 8 سنتي، لان الرشاشة بص كده الرشاشة مش مليانة على الاخر، وهنبدأ نرش بيها. في دلوقتي مشكلة قابلتنا واحنا مش هنعرف نعمل فيها ايه، بس هنعرف نتصرف دلوقتي. هنحط بدل الغطا، نحط الكيس عشان ايه نبدأ نرش معاه. زي ما حضراتكم شايفين كده بنرش المبيد الحشري الممتاز الذي يتخلص من حشرة الكروبتب لابس في المانجا وذبابة الفاكهة في التفاح. ده المبيد الحشري، مبيد الملاسيوم، مبيد ضعيف السمية، لان دلوقتي انا ما ينفعش ان انا ارش مبيد شديد على الثمار الصغيرة ديت، لان الثمار هتتأثر بيها، فانا لازم ارش مبيد زي الملاسيون ضعيف السمية علشان يتخلص من
الأمراض اللي عندي والذبابة والحشرات اللي عندي. وبالتالي في مبيدات تاني، مبيدات حشرية تاني ممكن تستخدم، بس احنا بنرجح ان احنا نرش مبيد الملسون في الفترة الحالية للثمار الضعيفة. المبيد دوت ضعيف السمية علشان ما يأثرش على الثمرة، ان انا ما ينفعش ان انا ارش مبيد شمية بتاعته ان هو هيأثر على الثمرة. المبيد ده مبيد الملسون زي ما حضراتكم شايفين كده، مبيد ممتاز جدا في الفترة الحالية لذبابة الفاكهة في التفاح وعلشان حشرة الكروبتا بلابس في المانجا.